بيت بيروت، إنه المبنى في قلب العاصمة اللبنانية الذي أريد له أن يكون شاهداً على الحرب الأهلية، ولم يخضع إلا لما هو ضروري من أعمال التأهيل. بيت بيروت، وفي الذكرى 44 على اندلاع شرارة الاقتتال الداخلي، استضاف معرض صور يوثق ويلات الحرب ومآسيها برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بوزير الإعلام. المهمة الأساسية أمامنا أن ننقل هذه التجربة بويلاتها وآلامها إلى الجيل القادم لكي يتعلم أن لا يعيد الكرة وأن لا يسقط ثانية في فخ التفرقة والطائفية والمذهبية، والأهم من ذلك في فخ المشاريع الإقليمية. بعدسات المصورين الصحفيين استعيدت أكثر المراحل إيلاماً في تاريخ لبنان وما خلفته من دمار وقتل وتشريد وتهجير ومعاناة. المعرض أقيم تحت عنوان ذكرى وعبرة، في رسالة ينقلها جيل الحرب إلى الأجيال التي لم تتعرف على الحرب إلا من خلال صورها. نحن بدنا إياها تنذكر بس ما تنعاد، وبدنا دايماً نرن الجرس ونقول انتبهوا من الخطر، ما تحرقوا دواليب لأنه بيودي حرق الدولاب لهذا المكان اللي هو الحرب الأهلية اللبنانية على مدى 15 سنة. 15 عاماً استمرت الحرب اللبنانية وبلغت خسائرها البشرية نحو 150 ألف قتيل، ووصفت بأنها حرب الآخرين على أرض لبنان. هي أقصى مرحلة في تاريخ لبنان، ذكرى الاقتتال الداخلي الداخلي. انقسم الوطن إلى أوطان وقاتل الأخ أخاه، أما الأهم فيبقى في العبرة والتعلم من دروس الماضي. مرسل كرم الإخبارية، بيروت.